كان والدي الله يرحمه كان بيديني تعريفة في اليوم. فأنا كنت التعريفة دوت يعني يوم أصرفه ويوم أصرفوش، بحيث أن أنا أحوش مثلا 5 تعريفة 3 صاغ مثلا في الأسبوع، وبعدين أروح سينما أخد بتعريفة برضو أتوبيس من عين الشمس لغاية الأوبرا، أدخل سينما أوبرا كان فيها فيلمين، فيلمين ورا بعض بس بينهم ربع ساعة لبلي. فأنا أضبط نفسي نروح على الربع ساعة الأولانية قبليها ب5 دقايق، أدخل أتفرج على ربع ساعة وأمشي. بتاعت بلي رقم 10 ده. بس فأنا كنت الحقيقة كنت يعني عشان كده شبهوك بيه كمان قوي في بداياتك. في بداياتي يعني يمكن كان الله يرحمه كابتن صالح كان عملنا كده، كان بيعملوا عليا فيلم أو حاجة كده ف شبهني ببلي وبلاتيني ومارادونا، طلعت رقم 10 برضه. عشان كده شوف برضه ربنا برضه عامل لك صدف تجمل الحياه كده وتديها علامات. احنا في نعمه والله، الحمد لله رب العالمين، يا رب ربنا يديمها نعمه.